السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي ندمج عدد من ملفات البي دي اف بحيث يكونوا في الاخر ملف واحد؟ هنخش على جوجل ونكتب موقع ماي اي جي، اول نتيجة بتجيلنا اللي هو ماي اي جي دوت تي في. ليه؟ علشان نزل برنامج اسمه نيترو بي دي اف. لما اخش على ماي اي جي شاشة رئيسية هخش على قسم البرامج، وبما ان البرنامج ده مشهور جدا فطبعا بتلاقيه دايما في صفحة رئيسية ودايما ليه تحديثات. اول ما دخلت على قسم البرامج في الصفحة الرئيسية اهو هلاقي نيترو برو انتربرايز، وبعد كده بضغط عليه بيفتح لي برنامج النيترو بي دي اف. البرنامج ده بيعمل كل حاجة في مجال بي دي اف، بيحول البي دي اف من اي حاجة لاي حاجة، يضم عدد من ملفات البي دي اف مع بعض زي ما انت عايز. طبعا بشوف نسخة الويندوز اللي عندي، لو كان الويندوز اللي عندي 32 بت هنزل النسخة دي، لو كان الويندوز اللي عندي 64 بت بنزل النسخة دي. من افضل السيرفرات اللي بنزل من عليها الفايل ريو والاتش دي دي نقطة 2.2، لان الاتنين دول بيستكملوا التحميل. طبعا انا مش لاقي فايل ريو هنا فاستخدم اتش دي دي دوت تي او. بمجرد ما بضغط عليه على طول بيقول لي اكتب الكلمة دي، بكتب مثلا البي ار اي اكس واي اللي قدامي وبضغط على طول انتر وببدأ على طول ايه احمل، ما باخدش اي وقت خالص، وهو موقع سريع في التحميل وممتع ورائع وبيكمل كمان التحميل. واقول له زر رابط وبضغط على التحميل. بعد ما خلاص حملت البرنامج بفتح النيترو بي دي اف، بشوفه موجود عندي فين هنا، او ممكن من هنا كده اكتب نيترو اهو، ده اصدار 10 واللي موجود على الموقع بتاع ماي جي اصدار 11، يعني احدث من اللي عندي. بمجرد ما فتحت النيترو بي دي اف على طول بلاقينا بقول لي كومباين، يعني ان انت عايز تضم عدد من ملفات البي دي اف مع بعض، ولا عايز تحول بي دي اف الوورد ولا الاكسل ولا الباوربوينت، اي صوره ولا الصور ولا الايمج، يعني بيحول البي دي اف لاي حاجه في الدنيا. فعلى طول انا اقول له ان انا عايز اعمل ايه، دمج لعدد من ملفات البي دي اف معا. بعد كده بقول لي اد فايل، بختار الملفات الموجوده عندي، هشوف الملفات عندي موجوده فين، بقول له اد فايلز، وبختار من هنا مثلا عندي مثلا ايه مثلا الملف ده كده، وبختار مثلا برضو بيقول لي ضيف ملفات تانية، بختار اي ملفات تانية انا عايزها زي مثلا الملف ده كده. بعد ما بخلص بيقول لي هنا ان انت عندك ملفين، اي واحد ممكن اجيبه موف ليفت او رايت، لو انا عايز اجيب ده مكان ده ولا اجيب ده مكان ده، بحيث ان الترتيب، يعني لو انا عايز ارتب بختار الترتيب من خلال الزرارين دول، مش عاجبني الملف ده بعمل له ريموف. وممكن كمان العب في قصة السيتنجز، اقول له ميك البي دي اف فايل يطلع فين وحجمه يبقى قد ايه، فطبعا انا بسيبه زي ما هو، وبقول له على الفولدر اللي هو يطلع فيه، فبقول له اسك ديورنج ذا بروسيس، يعني اسالني اثناء عمليه الاخراج. وممكن انا طبعا اختار اللارج سايز، الحجم بتاع الملف يكون عامل ايه، يكون الملف اوفيس ولا للويب ولا للبرنت، انا بختار طبعا اللارجر فايل سايز عشان يطلع كويس. وبعد كده بقول له اسالني اثناء تنفيذ العمليه وبقول له اوكي، وبعد كده بقول له من هنا كده كرييت، على طول بيبدا التنفيذ. لو الملفات البي دي اف كانت كبيره ممكن اصغرها واكبرها من هنا، وبقول له كرييت، بتتم عملية دمج الملفات مع بعض. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.